بداية، تم أمس على مستوى فندق الماريوت الإعلان عن الأعمال الرمضانية المتوجة في مسابقة هلال رمضان لسنة 2021، حيث وزعت الجوائز في حفل شهد حضورا كثيفا للفنانين وأيضا الممثلين والنقاد وكذلك المنتجين والمخرجين، خاصة الذين نالوا رضا الجمهور حسب الإحصائيات التي قامت بها مؤسسة ميديا أند سورفاي المتخصصة في قياس نسب المشاهدة. المزيد في ميكروفون عبد الرحيم بونمري. هلال تلفزيون هذا العام كان أكثر من 224 برنامج رصدوا في وكالة ميديا أند سورفاي التي هي اللي تنظم الحدث، وهذا العام بشراكة مع وكالة أكسجين برود مانجمنت اللي أعطتنا النفس الجديد لتنظيم هذا الحدث الذي اختفى العام الماضي لارتباطات عندها علاقة بجائحة كورونا. الستيليزم هو فن والسينما فن، وهذا تمازج بينتهم، دونك إن شاء الله يجوز بيان. نشكر الأخ سفيان مالوفي على هذه المهمة. تظاهرة الهلال الذهبي يعني ماهيش تظاهرة جديدة، يعني كانوا قدموا من قبل 5 تظاهرات. الشيء اللي يميز هذه المرة في الطبعة السادسة تاع الهلال الذهبي أنها كانت من تنظيم أكسجين برود. أكسجين برود يعني نقدر نقول لك أنها شركة يعني مختصة أكثر في المهرجانات الكبيرة، في السبيكتاكل الكبار، لكن هذه المرة يعني تعاوننا مع الميديا سورفي باش يكون التنظيم، باش يكون تقديم هذه الطبعة السادسة في المستوى. هذا وأعلن المدير العام والقائم على مسابقة هلال رمضان سفيان مالوفي عن افتكاك قناة النهار للجائزة الأولى كقناة الأكثر مشاهدة لرمضان 2021، ويأتي هذا بفضل الشبكة البرامجية المتنوعة التي قدمتها قناة النهار ومجمع النهار هذا العام. ليست لأول مرة قناة النهار متواجدة في جميع الطبعات. قناة النهار كانت متواجدة في الطبعة الأولى 2016، وين كرمنا الكاميرا كاشي، كرمنا الحصة لتلت جوائز، ولكن غابوا علينا وعاودوا ولوا يعني من الباب الواسع، لأنهم نخصكم بها أن قناة النهار هي أكثر مشاهدة في رمضان 2021.